أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف أن قادة روسيا وإيران وتركيا سيعقدون قمة في أنقرة في منتصف سبتمبر المقبل تناقش جميع القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك سير العملية السلمية وعودة اللاجئين وإعادة الأعمار والمساعدات الإنسانية وغيرها. في وقت أكدت الدول الثلاث الضامنة لمصاري أستانا الخاص بسوريا روسيا وإيران وتركيا ضرورة تهدئة الوضع في إقليم إدلب شمال سوريا، وذلك في ختام أعمال مؤتمر أستانا الدولي حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية. أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو منح الجنسية التركية لأكثر من 92 ألف سوري. وقال صويلو في تصريح صحفي أن بلاده تستضيف أكثر من 3.6 مليون سوري في إطار قانون الحماية القانونية، في حين يبلغ إجمالي المهاجرين في تركيا نحو 5.7 مليون مهاجر بما فيهم السوريون.